بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة من إلقاء الأستاذ من عيسى قمد ليومه الجمعة 3 ماي 2024 بمسجد ابن عبد البر بمدينة وجدة. إن الحمد لله تعالى أحمده حمدا كثيرا وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه من شرور النفس وسيئ الأعمال. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بين في كتابه العزيز أن القيام بواجب العمل يورث صاحبه حقه في الأجر والثواب، فقال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المؤمنين، لا شك أن الجميع يعلم أن العالم كله يتخذ من اليوم الأول من ماي يوما عالميا للاحتفال كما يقال بالطبقة الشغيلة تحت عنوان عيد الشغل. ولا شك أن الاحتفالات في العالم تتخذ مظهر مسيرات ومظاهرات تردد فيها شعارات تقوم بالأساس على المطالبة بما يسمى بحقوق العمال. والمثير في شأن هذا الأمر أنه لا حديث ولا أصوات ترفع إلا للمطالبة بالحقوق دون إثارة للواجبات، وهذا شيء طبيعي ما دام صادر عن اتفاق البشر دون استحضار منطق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الذي يقوم، أي هذا المنطق الذي يقوم على أساس وقاعدة لا حديث عن الحقوق دون حديث عن الواجبات. فالحقوق الكاملة لا تنال إلا بأداء الواجبات الكاملة، وهذا هو منطق الإسلام ومنطق العقلاء حتى من غير المسلمين. فلا يصح طلب حق دون أداء واجب إلا أن يكون فضلا. الواجب والحق متلازمان في كل التشريعات السماوية أو الوضعية، فالإنسان ملزم بأداء ما يجب عليه من واجبات، وله بالضرورة مقابل ذلك ما يستحقه من حقوق. الواجب أولا ثم الحق ثانيا. وأول ما شرع هذا كان بالإسلام وبالقرآن والسنة، على اعتبار أن الدنيا خلقها الله، على اعتبار أن هذه الدنيا التي خلقها الله مؤسسة على هذا الشأن، شأن أداء الواجبات وأخذ الحقوق. وكل الحضارات البشرية تقوم على هذا، وما فسدت أحوال كثير من الأمم إلا بمطالبة أهلها بالاستفادة من الحقوق دون أداء الواجبات بإخلاص وصدق وأمانة. هكذا علمنا القرآن والسنة، بل وهكذا تحيا الأمم الراقية ولو كانت على غير دين الإسلام. يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالواجب هنا هو أن ينصر العبد خالقه، أي أن يعمل وجوبا وفق ما يأمره به. والحق هنا أن الله سينصر هذا العبد فيمكنه من العيش في سعادة وثبات. ولعل هذا ما جاء في موضع آخر من كتاب الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلاحظوا عباد الله
كيف يمنح الله النصر للعبد كحق استحقه نتيجة أداء ما عليه من واجب؟ ولما كان نصر الله العبد حقا عظيما وكبيرا جدا، فإن الله قد أوجب على عبده واجبات كثيرة: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. فالحق الواحد قد يتطلب من الإنسان واجبات وبإخلاص. وإن من عدل الله وفضله أنه سبحانه قد يأمرك بالمقابل بواجب واحد ويعطيك مقابله حقوقا كثيرة وعظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالواجب هنا فيه ما هو قولي وعملي، أن تقول ربي الله وأن تعمل، أو يكون العمل هو الاستقامة، وهو ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به صحابيا جاء يسأله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فها نحن نلاحظ هنا أن الله جل جلاله يتفضل على عبده بحقوق وأجور كثيرة وعظيمة مقابل أداء واجبين عظيمين. الواجبان هما النطق باللسان والتعبير عن اتخاذ الرب سبحانه إلها واحدا دون غيره، ثم العمل المؤسس على الاستقامة في كل الشؤون الدينية والدنيوية. هذا هو منطق الحقوق والواجبات المعبر عنها شرعا بالعمل والأجر. يتضح هذا أكثر في واجب الدعاء وحق الاستجابة. فأن يدعو العبد ربه لحظة الحاجة أو العجز أو غيرهما يكون قد دخل في عبادة واجبة، ويبقى حقه فيها أن يستجيب الله دعاءه، بشرط وهو أن يؤدي العبد عمل الدعاء وهو طائع ربه مؤمن به مطبق لأمره سبحانه. قال تعالى في آية أولى: أدعوني أستجب لكم. أدعوني أمر واجب، أستجب لكم حق مضمون. وفي آية ثانية يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأمر الأهم هنا هو أن علاقة الحق بالواجب مؤسسة على الإخلاص في أداء الواجب. فلا قيمة لمن يطلب حقا لم يؤدي واجبه فيه بإخلاص. يتضح هذا جليا في ذلك الصنف البشري الذي سماه الله بالمنافق. فمن خصوصيات المنافق أنه يتظاهر بأداء واجباته دينية كانت أم دنيوية، لكن يؤديها دون إخلاص، فمرة يكذب ومرة يخادع ومرة يرائي، فيكون حقه وجزاء المستحق هو الدرك الأسفل من النار. معشر المؤمنين، إن من الظواهر المتفشية في واقع البشرية عموما وواقع المسلمين خصوصا ظاهرة المطالبة بالحق دون أداء الواجب أو دون أدائه بإخلاص. وهذه الظاهرة متفشية كما تعلمون في صفوف المسلمين بصفة خاصة وبصفة فظيعة، على أنهم مسلمون تعهدوا على اتباع شرعه سبحانه لكنهم لا يلتزمون، وهو ما أخبر به الحق سبحانه على أنه سيقع: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فواجبات المسلم تجاه ربه ونفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه ونحو الإنسانية كلها لا تؤدى كما أمر الله في واقعنا اليوم. ولكن حين يتعلق الأمر بالحقوق تجد المسلمين يتهافتون نحو طلب الحقوق، مع العلم
أن الحق لا يعطى شرعا إلا وفق ما قدم من واجبات، وعدم أداء الواجبات مع طلب الحقوق هو الطريق المعبد إلى فساد البشرية عامة والأمة المسلمة خاصة. ما تفككت أسرة إلا بسبب تخلي أحد أطرافها عن واجباته، وما فسدت تجارة إلا بسبب تخلي صاحبها عن واجبات الأمانة والصدق في تلك التجارة، وما فسدت دولة إلا بسبب عدم الإخلاص في الواجبات، إما من جهة المسؤول أو من جهة المسؤول عليه. وما فسدت علاقة الإنسان بربه إلا بسبب تفشي ظاهرة ترك العبد لواجباته مع طلب الحقوق غير المستحقة. معشر المؤمنين، إن من مظاهر الظلم في علاقة الحقوق بالواجبات أن يؤدي الأجير أو العامل عملا كاملا وبإتقان وإخلاص ولا يعطى حقه كاملا. وأنا لا أتحدث هنا عن أحوال الأجراء والعمال والموظفين الذين لهم هيئات وتنظيمات تدافع عن حقوقهم في مثل ما يقع في الفاتح من مال وخلال السنة كلها، بل أقصد بملاحظتي أولئك الصناع والحرفيين والأجراء المياومين الذين ربما يشتغلون أياما قليلة ولا يجدون شغلا أياما كثيرة. فما أكثر ما يسمع من الصالحين الصادقين من هؤلاء أنهم يبخسون حقوقهم بعد أداء واجبهم من طرف مستأجرين لهم وميسورين، وهذا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه: أعطوا الأجير أجره، وفي رواية حقه، قبل أن يجف عرقه. والمعنى هنا أن على المستأجر أن يعطي الأجير حقه كاملا أولا، وثانيا أن يعجل له في ذلك العطاء. وعندنا اليوم في واقعنا من لا يعطي الأجير أجره كاملا لحجة أو لأخرى، وقد يعطيه الأجر لكن بعد مدة والأجير في حاجة لحقه على الفور، وهذا ظلم. ويكفي الإنسان ضل شرا بين يدي الله أن يكون ظالما من هذا النوع. فاتقوا الله عباد الله في الأجراء. ولا أنسى هنا أو لا أترك أمرا، حتى هذوك الأجراء الصغار راه فيهم عود لما يديرها غير كحلة، ولكنني أتحدث عن الصالحين الصادقين. نسأل الله الثبات على الحق، ونسأله جلت قدرته أن نكون من المؤدين للواجب قبل طلب الحق. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.